مرحبا بكم في دي جي كان لليوم، والبداية مع بعض ردود الأفعال إثر نهاية الدور الأول، وفيديو تم تداوله بكثرة من موقع النهار لانهيار البليلي بالبكاء أثناء خروجه من المباراة بعد الهزيمة والإقصاء المدوي في الدور الأول. ونبقاو مع نفس السياق، وهذه تغريدة لفانيسا لوميغر مقدمة بين سبور الفرنسية صاحبة الأصول الجزائرية قائلة: معليش بلادي في قلبي. نفس الشيء مع رسالة تايلور زوجة رياض محرز، وين دونت: في السراء والضراء فخورة بكم دائما، العودة ستكون أقوى. من خيبة الأمل إلى الأفراح، وهذا فيديو لفرحة لاعبي جزر القمر بعد التأهل لأول مرة في تاريخهم للدور الثاني. في أول مشاركة عنون عليها موقع جول: من أجل هذه اللحظات نحبك يا كرة القدم. وتفاعل مغني الراب المشهور سوبرانو من خلال صورة بزي منتخب بلاده معلقا: أخيرا نحن في الدور الثاني، أنا فخور بكم. وهذه فرحة لاعبي غينيا الاستوائية في منطقة الاستجوابات بعد الانتصار على منتخب السيراليون والترشح للدور القادم واختيار لاعبه كانيت مان اوف ذا ماتش صاحب هدف الفوز. فرحة في صفوف غينيا قبلها حزن ولوعة في صفوف السيراليون. وصل الحد الهجوم على منزل عائلة اللاعب كي كامارا مهاجم المنتخب اللي أخفق في تجسيم ضربة الجزاء والاعتداء على منزله في العاصمة فيراتون قبل تدخل الشرطة بالنجاح في حماية العائلة وتفريق المعتدين. لاعب تونسي وحيد حسب موقع سوفا سكور في التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دوري مجموعات كأس إفريقيا، حمزة رفيعة بتقييم 7.9، في حين نال الغاني دانييل كيريه أعلى تقييم ب 8.5 رغم خروج بلاده المدوي من الدور الأول. صورة أشعل بها الدولي المغربي أشرف حكيمي مواقع التواصل الاجتماعي، جمعته بنجم منتخب مصر وليفربول محمد صلاح. صورة تم التقاطها في الكامرون وبالتحديد في أحد الفنادق وين يقيم بعثة المنتخبين المصري والمغربي. وننهيه بالجود فايبس، وهي صورة جميلة من موقع موزايكا فام جمعة سيف الدين الجزيري وحنا باع المجبري في احتفال الأخير بعيد ميلاده 19. عيد ميلاد سعيد حنبال، وإن شاء الله القادم أفضل.